The beam supports a uniform life load of 0.6 kN per meter and life concentrated force 0.8 kN. Determine the maximum positive life moment that can be developed at B as a maximum moment نتيجة اللودز اللي عندنا والmaximum positive life vertical reaction at D. نبدأ نرسم الأول الرياكشنز عند الـ D والـ C. الـ C طبعا لو حطيت واحد هنا يطلع واحد، لو حطيت الواحد هنا يطلع صفر، واحد صفر وأكمل نقول بتشابه المثلثات، واحد على تمانية يساوي واي على ستة يطلع الواي 0.75 والماينس طبعا. بالنسبة للـ D لو حطيت هنا واحد يطلع واحد، هنا حطيت الواحد هنا يطلع صفر. يبقى صفر مع واحد ونمد يطلع هنا بتشابه المثلثات واحد على تمانية يساوي واي على 16 14 يطلع الواي 1.75. دلوقتي عايزين المومنت عند بي. لو حطيت اليونت لود من صفر لغاية 10 واخد الجزء اليمين يبقى الواحد هنا المومنت اهو، فاقول ام بالماينس بلس سي واي في 4 يساوي صفر، يبقى الام بي بتساوي 4 سي واي في الجزء من هنا لغايه 10، ف 4 سي واي السي واي اهو اضرب ده في 10 فتطلع نضربه في 4 اسف ال 0.75 دي تضرب في 4 تبقى ماينس 3 انها بالماينس، النص ضرب في 4 تبقى 2، يبقى الجزء ده خلصناه. بالنسبة لليونت لود لو كان من البي للسي هاخد الجزء ده هقول الام بي ماينس الدي واي في 4، يبقى الام بي بتساوي 4 دي واي، دي واي اهو فاخد الحتة دي واضربها في 4 يبقى ده 2، يبقى ده المومنت خلاص خلصناه. عايزين نجيب الماكسيمم مومنت عند البي، الماكسيمم بوزيتيف مومنت، افرش الجزء البوزيتيف بالبوينت 6، فبوينت 6 في الاريا دي اللي هي نص القاعدة اللي هي 8 في الارتفاع اللي هو 2، فنص في 8 في 2 في اللايف لود ديستريبيوتد، واكبر قيمة احط عندها الكونسنتريتد لود اللي هي 0.8 الكونسنتريتد لود في 2. ده الماكسيمم مومنت عند بي. كمان عايز الماكسيمم بوزيتيف شير عند دي، املاه كله بالديستريبيوتد لود فاقول نص في 14 في 1.75 دي الاريا، نص في 14 في 1.75 في الديستريبيوتد لود اللي هو 0.6، واقصى قيمه اللي هي 1.75 اضربها في الكونسنتريتد لود اللي هو 0.8، يطلع الماكسيمم بوزيتيف شير عند الدي 8.75 كيلو نيوتن.